وإلى نيبال، حيث قتل 14 شخصا على الأقل وفقد 9 آخرون جراء فيضانات وانزلاقات تربة تسببت فيها الأمطار الغزيرة بحسب ما ذكرته الشرطة. وزادت أعداد الفيضانات والانهيارات القاتلة في السنوات الأخيرة، فيما أكد خبراء أن تغير المناخ وزيادة بناء الطرق يزيدان من حدة المشكلة. شوارع غارقة بالمياه والسكان بين محاصر داخل منزله، وآخرون تركوا منازلهم نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقوع انهيارات أرضية وسيول، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإغلاق طرق رئيسية سريعة خلال الساعات الماضية. المتحدث باسم الشرطة قال إن 9 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، إما جرفتهم السيول أو دفنوا في الانهيارات الأرضية، بينما أصيب 12 آخرون. وفي العاصمة كاتماندو المحاطة بالتلال، فاضت عدة أنهار عن ضفافها وغمرت المياه الطرق والعديد من المنازل. لقد أجبر الناس على ترك منازلهم، هناك أطفال وأشخاص يعانون من أمراض مزمنة، وهذا ليس جيدا بالنسبة لنا. لقد ارتفع منسوب المياه، وإذا استمرت هطول الأمطار بنفس الطريقة فسنضطر للهرب لننجو بحياتنا. ولقي ما لا يقل عن 50 شخصا حتفهم في أنحاء نيبال جراء انهيارات أرضية وفيضانات وصواعق منذ منتصف يونيو الماضي، مع بداية موسم الأمطار الموسمية السنوية الذي يستمر حتى منتصف سبتمبر القادم، حيث تتسبب الانهيارات الأرضية والسيول المتكررة في نيبال ذات الطبيعة الجبلية خلال الرياح والأمطار الموسمية كل عام بمقتل المئات من السكان.